ولا ضرب الجزاء حصلت للفريق النادي الاهلي ولا ضرب الجزاء، حتى الفريق الليبي ضربتين جزاء طول المباراه. ظاهره غريبه جدا، يعني اول مره اشوف مباراه. ودي لقطات بكاميرتنا يا كابتن خارج الملعب، وهو يعني اللاعب عمر حجاج اثناء نقله بعربيه الاسعاف المتواجده في ارض الملعب او خارج الملعب للمستشفى. اتفضل يا كابتن. فكانت ظاهره غريبه رغم ان احنا عندنا دوائر كويسه جدا، محمد ابراهيم واحمد عبد الرحمن يعني من احسن دوائر مصر موجودين. طب ده تعلله بايه يا كابتن؟ ان كان التصويب من بره قوي جدا وكان كله مركز في الفرقتين، من عندنا احنا اكتر. بس ارجع اقول لك ممكن يبقى ده حكام يعني الحكم، بس هم شاطوا كتير، هم شاطوا كتير. انا لسه اتكلم عن فريق ليبيا. انا بتكلم عن ضربات الجزاء. ضربات الجزاء النهارده احنا عشان نجيب ضربات جزاء لازم تسقط عليها. مش شرط، ممكن اختراق. ما هو اختراق، بس احنا كان كله جوان، يعني اختراقنا كان الجون ممكن او شوط من بره جون، فدي كانت ظاهره كويسه جدا. نعم. مش عاوزين ضربات جزاء احنا غير عايزين نخلص. عايزين نخلص بالظبط كده. بالظبط كده. فده كانت ظاهره كويسه جدا. الدفاع النهارده لما اتلعب التشكيل الثاني خصوصا كان قوي جدا في الشوط الثاني. صحيح.